السلام عليكم، شو اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال، وتكونوا وسط رمضان احسن الاحوال. ومبروك عيدكم. وقبل ما نبداو الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. معكم تعلم الرانده فاتي شاني، كنقدم لكم افطار الرانده عطوب زهره في السم، مخدومة الكوزة كبيرة، وعشف الشعرات وزواقة على كفة الشعرات، زوقة بالسم ولونها، ودخل فيها العقيق. وهنا كنخدمو السم ديك الدائرة الأولى، وكنديرو المثلث تحت منها. وخليكم معايا لآخر الفيديو. هنا في هذه الدائرة الأولى تنحسبو نبدا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، و تنبداو نقصو. هي تنبداو الشكل الثاني، تنحسبو بعد الضربات حتى نجيو مائلين، حتى كنوصلو نتقادو مع الوسط ديال داك المثل اللي خدمنا الاول، و تنبداو ثاني طالعين. هنايا طالعين بزوق تاع السم باش نقادو مع القنت ديال هداك اللي خدمنا الأول، وعندنا داخل فيها العقيق، العقيق الزمرد، وعندنا الدرية سوا بشكل الهرم وفيه العقيق، وفي الأخير شوفوا التيمة.
هنا كنبداو الثالثه بحال الشكل الثاني، حتى هي نفسها كنخدمو. غادي الثالثه كنبداوها من التحت باش نشدو القياس ديالها. هنا كملت القسطان مسلوف، فيه الفينيسيو، فيه هذه الهبطة مزوقة بالسم وبلون الأرض. هذو الكمينات على شكل هرم داخل فيهم العقيق، كمينات من الفوق، وهذا شكل زواق مستوق ديال القسطان. يعني يكتوى في الدريس بشكل كمينات. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونشكركم على المتابعة، ومع السلامة إلى الفيديو القادم إن شاء الله.